وعلى صعيد آخر، رعت الدكتورة باسمة السمعان المدير الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن وفلسطين حفل إفطار أقيم لأصدقاء مكتب نورسات في النادي الأرثوذكسي بعمان بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجموع من الأصدقاء. إلى المزيد. رعت الدكتورة باسمة السمعان المدير الإقليمي لفضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة حفل إفطار لأصدقاء مكتب الأردن في النادي الأرثوذكسي بعبدون. حضر حفل الإفطار كل من الآباء نبيل حداد وخليل جعار وزيد حبابة وجورج شرايحة وفراس دردر وبنيامين شمعون وعدد من الأخوات الراهبات وجمع غفير من الأصدقاء، حيث قدمت الحفل الإعلامية ريبيكا عودة التي أدارت مسابقات ونشاطات الحفل الذي اشتمل على ترانيم روحية من أداء المرنم فارس عباسي بمشاركة العازف عمر سليمان، فيما أحيا الاحتفال بالأغاني الفنية والوطنية الفنان الأردني زياد صالح. ومن جهته بارك الأب خليل جعار مائدة المحبة وصلى لأجل كفاية المؤمنين من الخيرات السماوية. باركنا يا رب وبارك هذه الأطعمة التي نتناولها من جودك الأبوي، شدد بها قوانا لإتمام واجباتنا، واحفظ نعمتك وبركتك في قلوب أبنائك من الآن وإلى الأبد، آمين. وفي كلمة محبة ألقاها الأب نبيل حداد شكر أسرة نورسات على إنجازاتهم في الأردن والأرض المقدسة في نشر رسالة المحبة والسلام والتلاقي، واصفا فريق العمل برسل البشارة في المسكونة كلها. أنا شهادتي ليست مجروحة مع أنني أحب النورسات، لأنها شهادة حق. تمكنت نورسات من سنة 2012 أن تعمل كمؤسسة مع الكنيسة من أجل الكنيسة، فكانت تحمل الرسالة. كنا بحاجة إلى من ينقل لنا البشرى، من يحمل لنا الكلمة والصورة والخبر، واللي بده يشتغل بالإعلام واللي بده يكون عنده مواقع إلكترونية واللي بده يحمل كاميرا، أهم شيء أن يكون مؤمنا برسالته، أن يكون بانيا، أن يكون ناقلا لخبر صحيح وخبر مفرح. وكل أخبار الكنيسة هي صحيحة ومفرحة. اليوم نقول لنورسات كل عام وأنتم بخير. خلينا نحكي مع بعضنا كلنا، كل عام وانتم بخير. ونقول ايضا بان هذه النورسات كانت قادره على ان تصل الى بيوتنا. نورسات حملت رساله الكنيسه المحليه محليا واقليميا وعالميا. الاردن ورساله الاردن، ارض هذا الاردن، إنجاز هذا الأردن، صورة هذا الأردن، تنقلها النورسات عبر العالم عبر شاشتها لتصل إلى كل بيت مسيحي في هذه المنطقة وفي المهجر، وتحمل معها أيضا صورة حالتنا الأردنية المميزة والكنيسة الأردنية التي هي أنتم الكنيسة، مش بس خوارنا وراهبات ومطارنا، أنتم الكنيسة الذين تحملون هذا الإيمان في بيوتكم في قلوبكم. تأتي نورسات لتأخذه وتنقله إلى العالم أجمع. أنت إلهي، حبك الشافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع.
وفي نهاية الحفل شكرت السمعان كل من دعم نورسات بمشاركته بالمناسبة، وقالت إن رسالة نورسات هي رسالة كل مؤمن مسيحي، وجميعنا مدعوون لهذه الرسالة لنكون نورا على منارة ومنبرا حرا في نشر رسالة المسيح من أرض ميلاده وعماده وقيامته.